عليكم ورحمة الله. أنا دكتور عبد العزيز بلال، أستاذ ورئيس قسم علاج الأورام بطب اسكندرية. يمكن أنا هكلمكم النهاردة على المؤتمر 21 لقسم علاج الأورام بطب اسكندرية. والسنة دي إحنا بنركز على تو توبكس، هو البريست كانسر والكولوريكتال كانسر، والاثنين وان اوف ذا موست common malignancies affecting female, and I mean by female the breast cancer, والcolorectal cancer بالذات في ال males. يمكن المؤتمر السنة دي بيركز قوي على ال early detection of those tumors، وبيتكلم على ال most common تريتمنت موداليتيز سواء في البريست كانسر او الكولوريكتال كانسر، سواء كان بكيمو ثيرابي او هرمونال ثيرابي او التارجت ثيرابي الراديو ثيرابي، والحاجه الجديده قوي اللي هي الاميون ثيرابي. عندنا جاست من كل يمكن العالم، عندنا جاست فروم عرب كانتريز، فروم افريكا، فروم يوروب، اند اولسو فروم يو اس اي. احنا حريصين جدا على ان تكون رسالة المؤتمر موجهة لأكبر قدر ممكن من الفيزيشنز، سواء كانوا جونيورز أو سينيورز. أتمنى يا رب إن احنا نوفق لإلقاء الضوء على أحدث العلاجات، وأتمنى الشفاء لكل المرضى. السلام عليكم.